ديكلاراج بروميير البروميير انستونس ما ديكلاراش دوزيام انستونس وعنده خروقات اخرى عارفين بان بعد السي الحلوي وصلت لجوج المليار خاصو يدوز لاباساسيون السي زعاف باش رفض تنقول انا تنفوت تجاوب على راسك انا انا حماق درنا ليه بيه خذ المزيان وعب الخايب راه هادشي انت هضرنا راه باغي باغي حاشاك مرض راه الفرقه راه عزيزه علينا بزاف 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 اكثر من وقنا اكثر من راسنا راه رانا بوا ما شفتوش حياتي كلها تكبر حتى ما بقاش في الطباخ عاد نتبرع بالبوا فهموني اش نقول ماشي شي واحد يجي يفهم عليا ولا انا راه كبرت معاهم سافرت معاهم ليبيا سافرت معاهم افريقيا سافرت معاهم بوحدو راه خوتي هادو ماشي لعابه انت شتي كلعاب انا راه شتو كعائله انا راه عشت معاك كعائله راه ماشي كلعاب مي تنقول لك انا لو غابور فينانسي ني با كومبي لا ماكاش لا باساسيون عائل الحاوي خرجات على الكار ما غاتحاسبش يجي حط لنا دورة باساسيون لا دار والله لا بو علام لا مولاي قبتين لا خويا عمر اشنو هاد المسالة هادي شكون اللي حاسب مرتي هاكا؟ ها؟ شكون اللي حاسبهم؟ تحاسبوا حنا وحنا مخاطر حنا تنحاسبهم حنا تنحاسبهم واش اليوم واحد ما دارش لا باساسيون تيقول لك ما بغاش وهذا غيكون كامل امبوسيبل يكون كامل واش كاين السي زرو ولا ما كاينش؟ واش تعمرك السي حاكم مشيتي للمحكمه ضد شي واحد؟ انا ما تمشيش اصلا الشيكات يعني ديال بعد ما تندعيوش انا اصلا راه عارفين انت هو انت حنا ندعيو راه لا راه غادعي لا كوميسيون ديتيك ديال لا فيديراسيون غادعي لا كوميسيون ديال لا فينونسيير ديال لا فيديراسيون كاين من ندعي وحنا عام ورا بحكم ما استغل فيه تنهار عام ونص عام ونص عام ونص عام ونص ولكن حنا راه ما حضرناش لما نعطوش اخوان هضروا ايوا راه غنبينو الحق من الباطل يا با اون باساسيون هاد لو رابور فينونسي وعندو 14 ماتش اخر اللي نادو داروا عليه انقلاب راه باقي في دور 14 ماتش وفي هذاك الجمعه راه كان عنده التقرير الادبي في هذاك الجمعه راه كان التقرير الادبي